أصيب اليوم عدد من الأشخاص جراء حريق شب في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، وترجح تقارير أولية أن الحريق نجم عن انفجار عبوات غاز وتحول إلى حريق ضخم في مصنع سيلا للسيراميك، وامتد أثره إلى المباني المجاورة بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، الأمر الذي زاد من حصيلة الأضرار وأيضا استشهاد البعض ونقل أيضا مصابون إلى مستشفى بحري. وصفت لجنة أطباء السودان المركزية الإصابات بالمتفاوتة، وكانت قد ناشدت الأطباء والكوادر الطبية التوجه إلى مستشفى بحري التعليمي للمساعدة في إسعاف الحالات الناتجة من الانفجار. مشاهدينا، ومعي عبر الهاتف العميد عمر عبد الماجد الناطق الرسمي باسم الشرطة. سعادة العميد، مرحبا بك. حادث مؤسف اليوم في المنطقة الصناعية بالخرطوم، وتحدثت الأخبار عن سقوط عدد من الضحايا وأيضا عدد كبير من حالات الإصابة، دعنا أولا نقف على هذا الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم لتوضيح الحقائق يا رأي العام. حقيقة حادث مؤسف وحادث كبير وقع اليوم في المنطقة الصناعية في بحري بمصنع لإنتاج السيراميك. نتج عن هذا الحادث حريق كبير ضخم يعني، وعدد من الضحايا. الحصيلة الأولية حسب شرطة الدفاع المدني والجهات المختصة كانت ب 23 قتيل، نسأل الله أن يتقبلهم قبولا حسنا وأن يلهم آلهم وذويهم الصبر وحسن الأداء. أيضا هناك إصابات متفاوتة بين الحرجة والطفيفة لعدد يزيد عن 120 إصابة. هذه الحصائل الأولية مرشحة بالتأكيد للارتفاع في كل وقت، وذلك لفداحة الحادث ولامتداد آثار الحادث الذي نتج مبدئيا عن أو في لحظة تفريغ غاز من عربة مزودة بالغاز لتفريغها في خزانات أرضية داخل المصنع، وبالتالي انتشرت النيران بكثافة، وعلى الفور تمت التطبيق لشرطة الدفاع المدني التي هرعت إلى مكان الحادث، وبفضل الله وتوفيقه رغم الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات إلا أنه تمت السيطرة على الحريق، وكان من الممكن أن تكون الخسائر أفضح من ذلك بكثير. ولكن قدر الله ولطف، وهذه هي ملامح الحادث. نعم سعادة العبيد، يعني تكررت مثل هذه الحوادث بالذات حوادث ناجمة عن انفجارات الغاز، هل يعني يدعونا ذلك للحديث عن مدى وجود السلامة في المناطق الصناعية، يعني عدم الاحتراز من وإجراءات السلامة الموجودة في مثل هذه المصانع، خاصة أن هنالك تأثر لعدد أيضا من المصانع القريبة منها، برأيك هل هنالك عدم اهتمام بإجراءات السلامة؟ في الحقيقة يعني لا يمكن أن نطلق هذا الموضوع على عموم، هناك بعض الجهات تلتزم باشتراطات السلامة، وفي المقابل هناك جهات أيضا لا تلتزم بهذه الاشتراطات، ولكن الفيصل أن تقوم الجهات الرقابية ومنها الدفاع المدني بالمراجعة، وهذا ما يحدث. تتم مراجعات دورية للمناطق السكنية والمناطق الصناعية وكل مناطق تجمعات الإنسان لاشتراطات السلامة والحماية المدنية، ولكن إذا يعني ثبت أي تقصير أو جاءت أي بلاغات فبالتأكيد تقوم السلطات المختصة بالإجراءات اللازمة، وربما تكون هذه أيضا بعض المراحل لمراجعة هذه الاشتراطات ومراجعة اللوائح بشكل دوري حتى يتم إعمال أكبر قدر من اشتراطات السلامة، وتكون الأولوية القصوى هي الحماية المدنية وحماية الأرواح، لأن خسائر الأرواح كما تعلمين هي خسائر فادحة ولا تقدر بثمن، وبالتالي من المؤكد أنه إذا كانت هناك تراجع أو قصور في اشتراطات السلامة من قبل الجهات التي تقوم بذلك أو السلطات المختصة بالمراجعات، فينبغي أن يتم ذلك بشكل يعني حاسم وعادي.
نعم، أشكرك سعادة العميد عمر عبد الماجد الناطق الرسمي باسم الشرطة، وضحتنا في صورة الحدث. تقبل الله الشهداء وشفى الله الجرحى بإذن الله.